We are here to announce the launch of Billboard Arabia in, of course, partnership with our partners at PMC, Billboard Global. أستاذ غرمان الراشد مبارك، أول شيء الشراكة بين SRMG وبيلبورد لإصدار بيلبورد إريبيا مكسب كبير أكيد للمينو ريجن والكل التلن. الله يبارك فيك، أكيد مكسب جدا كبير، ونحن فخورين جدا بهذه الشراكة مع بيلبورد اللي حتساعدنا نحن نطلق منصة عربية جديدة مختصة بمجال الموسيقى في العالم العربي، واللي أكيد تلبي رغبات الجمهور وتطلعات الجمهور. أول ما دخلنا المجموعة درسنا رغبات الجمهور ودرسنا قطاع الإعلام بشكل عام، وعلى طول وصلنا نتيجة إن الموسيقى من أكثر الجانرز that are underserved في قطاع الإعلام بشكل عام، فبالتالي كان شيء طبيعي إنه نحن ندخل بالشراكة مع بيلبورد ونعلن عن إطلاق هذه المنصة الجديدة. المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لتاني سنة في كان لاينز للإبداع، كان لاينز والSRMG مؤمنة بالفرص في أكاديميز، الفرص قد إيه مهمة وقد إيه مهم إن الشراكات دي نتيح فرص للمواهب العربية إنها تحتك بالمواهب من العالم كله. جزء من مشاركتنا في كان لاينز هو البحث عن هذه الفرص، وهو كمان أنه نحن نبحث عن الشراكات. نحن التقينا بمايك فان وبالقائمين على بيلبورد في كان لاينز العام الماضي، فكان جدا مهم أنه كمان نحن نكلل هذا النجاح وهذه الشراكة وهذا التعاون اللي صار ما بيننا خلال السنة الماضية في إعلان هذه الاتفاقية، عشان بس كمان نأكد للجمهور ونأكد للسوق أن هذه المهرجانات وهذه المؤتمرات مهمة جدا للي بحث عن الفرص ونشوف وين الإبداع موجود. فأنا أدعو الجميع أنهم يتشاركون، وأدعو الجميع أنهم يكونوا متواجدين معنا، لأن الفرص موجودة، الإبداع موجود، ضروري فقط أن نعطيها شوية من الوقت عشان الواحد يقدر يكتشفها بشكل أكبر. توفيق دائما وشكرا لوقتك. معتز، يعطيكم العافية.